أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. الآن يبدأ الإيقاع في الارتفاع، ضربات القلب تزداد، الكل يشد الحزام ويحبس أنفاسه ويتمنى أمسية مميزة في هذه المباراة. أتواجد معكم من كاميرا التعليق محدثكم فارس عوام. واليوم لدينا مباراة في دور المجموعات لهذه البطولة، توقعات كبيرة اليوم لهذه المباراة. من المهم جدا الثبات على المستوى في دور المجموعات وعدم إهدار النقاط، لأن ليس هناك فرص كثيرة للتعويض، ولا بد أن تكون مدركا لقيمة كل مباراة ونقاطها، لأن في النهاية جمع هذه النقاط. كرة خطيرة، فرصة هدف لمبابي. جاء الهدف المبكر ليشعل الأجواء. والآن يأتي دور الإعادة، يا له من هدف لا تمل من مشاهدته. تسديدة رائعة استقرت في الشباك، التسديدة فيها من المهارة الكثير، والكرة راحت مستديرة إلى المرمى. ينجح في استعادة الاستحواذ. كونراد لايمر، بوم غارتنر، راحت عند لايمر، تمريرة لا تصل وتخرج إلى رمية تماس. أدريان رابيو، يبعد الكرة عن مناطق الخطورة. يتقدم بعزيمة وإصرار، يتوغل في مناطق الفريق الآخر. أوليفر جيرو، مبامبي، فرصة هدف لمبابي. ركنية تأتي لمصلحة فرنسا، ويمكن استغلالها لتوسيع الفارق في التقدم في النتيجة. الكرة ترتد من الحارس وما زالت في الملعب الآن. تشاوميني، عثمان ديمبلي، فرصة عند ديمبلي. الله، هدف يأتي ويوسع الفارق لهدفين في هذه اللحظات. هدف جاء بطريقة رائعة، بمهارة فردية غير عادية. لاعب بهذه الإمكانيات لا يمكن بأن تترك أمامه كل هذه المساحات أو هذه الحرية، لأن العقاب سيكون سريعا. لينهارت، أوليفر جيرو، مبامبي، تروح لجريزمان. الحكم يضيف دقيقتين إلى عمر هذه المباراة. تشاوميني، جريزمان بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء. الحكم يطلق صافرته معلنا نهاية هذا الشوط. الآن استراحة قصيرة عودة مع انطلاقة الشوط الثاني للمباراة، ونتيجة فيها تفوق كبير لمصلحة المنتخب الفرنسي. أوباميكانو، ثيو هيرنانديز، ملعوبة إلى مبابي، أدريان رابيو، ممتاز هذا المرور. اللعب يتواصل بعد هذا التصدي.
انتهت الخطورة، التصدي الأول الكبير كان مفتاح نهاية هذه الهجمة. غريزمان، كيليان مبابي، كونراد دايمر، تصل إلى بامغارتنر، ميكايل غريغوريتش، أورناتوفيتش، بومغارتنر يقود الهجوم بهذه الانطلاقة المميزة، لا ينجح في ترجمة هذه المحاولة، كرة بتتخلص في هذه اللحظات. شوف السيطرة، شوف الاستحواذ، فارضين أسلوبهم، متحكمين في المباراة. بيعدي بالكرة، بيروح فيها، شاوميني، أنطوان كريزمان، الحارس يتألق في إيقاف هذه الكرة. أوليفر جيرو، خيارات كثيرة متاحة أمام مبابي، رائع التدخل في توقيت ممتاز لإنهاء الخطورة. نلعب الآن في الدقائق السبع الأخيرة، فرصة هدف لمبابي. أي هدف هذا، يحسم الأمور ويوسع الفارق في الدقائق الأخيرة ليؤكد على تفوقه. يا سلام، شوف الإعادة، شوف الانطلاقة، شوف الكرة الفردية، شوف الاختراق، شوف المهارة، الله كيف وضعها في المرمى، هدف روعة. المدرب على وشك القيام بتبديل في هذه اللحظات. يا مجنون، كيف تمر عدى فيها في هذه اللقطة. والآن تنطلق الصافرة معلنة عن نهاية المباراة الأولى في دوري المجموعات مع ثلاث نقاط مهمة، بداية قوية للفريق في المباراة.